الفريق الاصفر راح يحقق انتصاره الاول. لا صاروا الاول. لا انت اللي نكسب وزي كل مره عشان عايزين نخرج يعني. اول سؤال عن دائره الخطر. يلا اسالني. ايوه شو شعورك صح؟ هذه ثاني مره ادخل دائره الخطر وهذا الشيء محفز لي. انا ما كنت في دائره الخطر بسبب لجنه التحكيم وفي احتمال كبير اني اطلع منها بمساعدتهم. ان شاء الله نكون في برايم زين. خش نبقى في برنامج ذا فيكتور. يعني تحديات النهاردة قوية وإحنا ناتالين قبلنا التحدي. رحبوا معايا بالفريق الأزرق. الفريق الأصفر. شاد سالجادو. أهلا وسهلا فيك أدغار دافيد. It's great to have you back. I'm very excited. صراحة برافو على كل شيء. It was a funny challenge. منافسات الأسبوع الماضي سببت في وقوف 6 لعيبة في دائرة الخطر. النهاردة عندهم الفرصة الأخيرة يورونا مواهبهم ويحاولوا يستمروا في المنافسة على اللقب. Do it, please. Come on.